إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من دوار البراهمة، جماعة شرقاوة، جماعة بني خلف. متابعينا الكرام، ضواحي المحمدية، بالضبط متابعينا الكرام، بقرب إقامة الأندلس. متابعينا الكرام، فهاد الإخوة اللي قدامكم فواحد الجار ديالهم اتهموا أنهم مجموع ليه وحاولوا انهم يضربوه ويتكرفصوا عليه. متابعينا الكرام، بينما السبب الحقيقي فهو سبب اخر كما كيقولوا هاد الناس، فسبب هو البلاد. قوم على متابعينا الكرام في هذه الحيثيات. ابو شواري عبد الله، كيسكن في البراهم الشرقاوي من خلف جماعه الوزيه. شنو وقع بالضبط؟ انا هاد السيد هذا جارنا، كيسكن حدانا اكثر من 60 عام هادي ولا اكثر، المهم شحال من عام هو كيسكن حدانا. عمرنا ما تعادينا معاهم، عمرنا ما وقع معانا شي مشكل. هو كيتهمكم السيد ولا شنو؟ هاد السيد هذا خرج، خرج كيتهمنا بان احنا هجمنا عليه انا والاخوان ديالي، وما عرفناش حنا علاش هجمنا عليه. قال لك حنا هجمنا عليه، علاش اتهمنا؟ انا والاخ ديالي، ها هو عنده حدايا، ها هو عنده 64 عام، وعندي الاخ ديالي الاخر عنده 58 عام، وحنا كبار في السن، انا هو الصغير فيهم عندي 52 عام. واخا هو شنو كيقول؟ علاش شنو كيقول السبب؟ هو ما قالش السبب علاش. حنا السبب الحقيقي هو غير هاد البلاد هادي ديالنا. حنا السبب الحقيقي البلاد ديالنا. هاد البلاد ديالنا حنا هما ساكنين عندنا في البلاد ديالنا. شحال من عام هذا جاتهم الاستفاده، جاب لهم القائد استفاده، سيد القائد عطاهم استفاده باش يحولوا من هنا، ما بغاوش يتحولوا. نادو داروا الكروكي وداروا البورنيات، هذاك الشيء مزور. ومن داروا هذاك الشيء مزور، مشينا حنا درنا التعرض ديالنا وحبسنا عليهم، حبسنا عليهم هذاك الشيء اللي داروا. من تم هما يهزوا معنا هذا الشيء دابا ديال هذا، ديال فيما يشوفوا الوالده ديالي جالسه هنا كيعايروا، هو واحد ولد عمو الوالده ديالي كيجالسوا، يلقاو خويا هو كبير كيعايروه، يلقاوني انا كيعايروني. حنا ماشي في الاستطاعه ديالنا باش نضربوا معاهم ولا نوصلوا معاهم شي حاجه. فجاه تعدى علينا ولد البارح هنايا، تعدى على ولد اختي ما هضرش مع انايا، مشى جاب سيف وجاب جوج كلاب وجا هنا كيتهدد علينا هنا، قال بغا يذبح ولد اختي هنايا قدام الدار هنايا، ودخلوا الناس الاخ ديالي والوالده وداك الشيء، ودفع الوالده طيحها وداك الشيء، وجاو شي وحده من العائله ديالو فكوا هذاك الشيء، مشى بحالاته قلنا ما كاين باس، غادي غير ساعه الغضب. فاق الصباح وقف لي في الاندلس هو واحد ثلاثه الدراري اخرين اللي حاديني انا. انا ما نمشي ندي الدراري للمدرسه مع هما واقفين تما. درت خرجت من هنايا، تميت غادي تبعوني باربعه بيهم. ملي انا تبعوني انا هربت، مشيت هربت، هبطت الغنطره ديال واد الملح، شديت الطاكسي مشيت للمحمديه، قلت نبدل ساعه اخرى، حيت ماشي انا عقدرش، ديابيتيك فيا السكر ومهرس من رجليا، ما نقدرش نضارب معاه، هو عنده 30 سنة وأنا عندي 52 سنة. نعم، شنو الرسالة ديالك؟ شنو بغيت توصل للرأي العام؟ الرأي العام بغيت نوصل لهم بأن هذا السيد هذا راه معدي، وكاع الناس كيعرفوه معدي، وكتكرفص على الناس، وحنا مشينا درنا شكاية ديالنا. درنا شكايه عند دارك الملكي هذيك الليله، نهار اللي جاب السيف وجاب الكلاب وهذاك الشيء قدام الدار، مشينا عند دارك الملكي، استقبلونا وخذوا الاقوال ديالنا وجاو الصباح عندنا تصنتوا لينا، داروا الخدمه ديالهم. حنا بغينا القضاء ديالنا يتبع معنا في هذا الدوسي هذا، وهذا يعطينا الحق ديالنا من هذا السيد هذا. راه طاغي علينا بزاف، وراه حاسب هو راسو، هو فرعون في هذه القبيله هنايا، كيتعدى على كل شيء. السلام عليكم. واخا خويا شنو وقع؟ شنو وقع؟
السيد اخويا كان جاي طالع من الطريق من هنا، ولد اختي واقف هنا كان خدام معاه في الشركه، من بعد مابقاش خدام معاه، ولد اختي ريح في الطروبي شاد التليفون، جا وقف خد لي التليفون، مشى فحالو، مشى ولد اختي عنده جهاد اخويا دفعو، قال لي عطي الدري التليفون ديالو، عطاه التليفون، شويه مشى جاب السيف والكلاب وجا، داز الصداع، داز مناقشه، مشى فحالو، الغد وقعت لي مصيبه، وقعت لي بالصدفه. لا علم عندنا فيها، وقالت لي قال جينا البارح مع متناقش تناقش مع الناس، إذن هما اللي سيفطوا لي هادو، وأنت داير صداع مع الناس، وحنا مالنا؟ ها أش دخلنا حنا؟ هو عنده مشكل هو عنده مشكل، ما عندناش علم عليه، شنو عنده في راسه هو؟ وهاديك الصحة ديالو الطاقة ديالو كمشى طورها في شي حرفة من غير هادشي اللي فيه هو، كرة وصل بعيد. مشي بعد الناس عطي الناس استيقار، والدي الله يعمرها دار كبروا معانا 60 عام، كبرنا صغار ما عمر المعيور تعيرنا بعضياتنا، والله العظيم ما عمر المعيور تعيرنا بعضياتنا، وناد هذا يلا راه البارح يخربق عائلات، وكل شيء كبرنا معاهم واكلين شاربنا في ديورنا، الصباح كنبغيو نمشيو للمدرسة كنفطروا في الدار، فطروا مجموعين ومشيو للمدرسة مجموعين، ونتغداو مجموعين، شوف هاد الجيل ديال دابا كامل هاد الأخيرة. خويا بغينا السيد عطانا التيقار يبعد منا، حنا كبرنا ما 62 عام في عمري، ما عمر نهار ديال الجيور شفتو، عاد نجي نوسخ راسي ما هذا عنده شنكار كله مشرط كله، خسر والدي خسر عمامو راه ما يحملوش اخويا والله، عائلته كلها اللي تقول ليه فلان قول لنا هذا هو اللي كاين اخويا. اذا متابعينا الكرام كيف ما شاهدتوا هذا البث المباشر، احنا مازال معكم بث مباشر مباشره من جماعه بيخلف. جزاهم بخير. كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من جماعة بني خلف إقليم أو إقليم المحمدية بني خلف، جماعة بني خلف.